السلام عليكم ورحمة الله. كان السلف الصالح يدعون الله 6 أشهر قبل دخول رمضان أن يبلغهم الله رمضان، فإذا انتهى رمضان دعوا الله 6 أشهر أن الله يتقبل منهم رمضان، لأنهم يعرفون قيمة رمضان. فهل أنا وأنت يا من تشاهد الآن، هل استعدينا لرمضان حق الاستعداد، شهر الرحمة والغفران؟ خذ عهدا بينك وبين الله أن رمضان هذا العام ليس كرمضان الذي مضى والذي مضى والذي مضى. رمضان ما بقي عليه إلا بضعة أيام، هل ندركه أو لا؟ فالعلم عند الله، فالله يبلغنا وإياكم هذا الشهر العظيم. رمضان الماضي كانوا أقوام معنا والآن في قبورهم، ومن ضمنهم والدي. رمضان الماضي صام معنا وأفطر وصلى، والآن رمضان هذا العام من عداد الأموات، فأسأل الله أن يغفر له وأن يغفر لأموات المسلمين. فالله الله في الجد والاجتهاد.